معلش يا ابني. طيب احسن، خلينا في اكل عيشنا. الله يسامحك. صحتين وعافيه على بدنك يا تل. صحتين على ايه؟ على القلم اللي اتلزقته على قفاك. بقى واحد زيك طويل عريض يفصلوا منه اتنين، يتلزق قلم على قفاه ولا يشيلش ايده ويرده له تاني. الناس تقول خير يا حسناني. واللي عملوا فيه ده خير؟ ده انا حرمه لو واحد عملها فيا وديني لشرحه، لكن انت ما عندكش نخوه يا وقت تهمك فيه. ما تسمعش كلامها يا ابني، خلينا في اكل عيشنا. وانت بخيفتك القويه عايز تاكل عيش هنا؟ دول ياكلوك حق وغمسوا باللي خلفوه. وانا ما اقدرش اضرب حد. لا يرحم. اقول لك ليه؟ اصل امي كان عندها جاموسه في سن حضرتك، نطحتني خبطتها سكت طبت ساكته. من يوم امي حرجت عليا ما مدش ايدي على الناس ليعلقوني على حبل المشنقه. دمك خفيف ولو ان كلامك سم. بكره يتدردح قوي وقتم. الاقفاص اللي بتلزمنا بناخدها من عند ست حسنى، والعربيه هي اللي بتحمل عليه. امال فين الحمار؟ انا شغال بداله حد ما يطير. ده انت لسه بطين البرك، والله ما انت معمر في السوق. ليه يا ست؟ اللي عايز يعيش في وسط الديابه لازم يبقى سب ويرد بدراعه الضربه ضربتين. اهدي نبغة السوق ونبغة الصعير. ممكن استبداله يعني الفتوة. طبعا المشهد ده كان اول مشهد في الفيلم، والمشهد ده نفسه اتكرر نهاية الفيلم لما مع تغيير الابطال بقى. مع تغيير الابطال هدى والمليجي بدل تحية وفريق. لكن كانت رانيا بتسأل على ممثل صغير اسمه عبد الغني النجدي. اعتقد ان يقال استاذ طارق يصلح لي انه كان بيكتب النكت لاسماعيل ياسين. دي حقيقة؟ طبعا طبعا عادي، وكان بياخد في النكته جنيه، كان جنيه مبلغ وقدره. فتوة صحيح. لا فتوة كمان كان فيلم، كان فيلم مهم كده. فتوة كان فيلم طبعا مهم طبعا جداً. طبعا وما زال قائم باي ذا واي. يعني جشع التجار نفس اللي لا وفكره الدايره بحطت ايدك. انا حكى لي صلاح ابو سيف، قال لي لما فكرنا نعمل الفتوة هو ونجيب محفوظ وسيد بدير وفريد شوقي، قال لي قعدنا مره كنت بساله استاذ صلاح لما جاء موضوع توظيف الاموال وكده، بقول له امتى نشوف فيلم تعمله عن توظيف الاموال؟ كانت السينما كلها بتعمل موضوع توظيف الاموال. قال لي ما ينفعش اللي بيحصل ده. قال لي ده احنا الاربعه قعدنا ندرس الاحتكار كعامل اقتصادي لمده سنه، كان ممكن ناخد دكتوراه ونبتدي بعد كده نكتب. يعني كانت الناس التفاصيل اللي تبدو دوره يقعدوا يدرسوا صدقيني ازاي تعمل احتكار في السوق وازاي نضرب الاحتكار. فنقعد كده الافلام دي عايشه عشان بابا اترفع عليه قضيه في الفيلم ده. اترفع عليه قضيه في الفيلم ده في فيلم الفتوة. لان كان في واحد من التجار على ما اظن الاسم شبه البطل اللي هو زهران حاجه فقالوا انت يعني انه بتسيء بتسيء ليه؟ فبابا بالظبط. كنت بتروحي البلاكات يوسف افندي بقى بيه طبعا على طول. يعني فاكره كنت ببقى في الصحراء في عنتر، وفاكره كان لهم مسرحيه عفريت الست، فاكر في الستينات كنت في الكواليس. دي كانت اخراجه يعني دي اخراجه ما تسجلتش بس عندي اذاعه بس. يعني بابا قال لي انا عايز اعمل بيكي المسرحيه دي، كان هيرجع كان عايز يخرجها لان هو المسرحيه الوحيده اللي اخرجها. هو كان عايز يخرج سينما كمان. فكر ايه ايه حاجه مش ممكن تنسيها في بلاطين. هقول لك مثلا في بريميرا فيلم دماء على النيل واللي هو كان هو وهند وبيروح وبينام وبيحطوا السكينه وانا يعني انا قاعده في اللوج جنبه منفعلة مع الفيلم وبعيط وخايفة على بابا يكلمني يقولي انا هو انا هو مفيش. لا كنت احب كلمة شرف. كلمة شرف. كنت في مدرسة البطلة اسمها ناهد مدرسة الليسيه، ولقيت السواق كان هو وهند، السواق جايب شهادة ان عندنا حالة يعني مستدعية خروجي من المدرسة. الكلام ده 11 12 الصبح يعني بالمريالة. رحت مكان التصوير كان حسام الدين مصطفى، كان مشهد هو مهم عنده قوي اللي هو بيهرب من السجن وبيروح يلحق هند رستم قبل ما تموت الحوار وبتعدي عليه الرجوع وكده. فجابني عشان ابقى اتفرج على المشهد لان هو بيحب المشهد ده قوي. حاجه طب يعني علقي قولي في المدرسه والله عشان اجي اتفرج على المشهد واقف ورا الكاميرا اشوف المشهد ده لان المشهد ده مهم عنده واقول له انت حلو. انا وكان عندك كم سنة؟ 14 مثلا حاجة كده يعني زمان قوي قوي. وفي قول آخر 9
وفي قول اخر في قول اخر بقى يبقى خمسه خمسه بالظبط. انا من مواليد جعلوني مجرمه او حميده فما اعرفش اتوب هخبي ازاي يعني ما ينفعش. باب الحديد كان فيلم مهم جدا طبعا لفريد شوقي وعبد الحي اديب اللي هو حمايه العزيز والله يرحمه ويوسف شاهين طبعا وهند رستم طبعا. لا وانا اذكر طبعا وقناوي ممكن عبد الحي حكى لنا القصه ان ازاي ده كان اول فيلم يكتبه في السينما اتكسرت فوق دماغهم وقالوا خلاص مش هنكتب سينما تاني. هو عبد الحي قال لي انه في الاول عرضه على نيازي مصطفى فنيازي قرا السيناريو كده قال بقول لك ايه نيازي طبعا مخرج عظيم بس عنده الشكل التقليدي قال له لا لا في واحد مجنون الوحيد يقدر يعمل ده المجنون يوسف شاهين. قال له ده مش بتاعي ولا بتاع صلاح ولا فكانت البدايه انه هيروح ليوسف شاهين يعمله السيناريو غير التقليدي وكان لسه انكل عبد الحاج جاي من ايطاليا كان درس في ايطاليا شويه ورجع بس عمل حاله غير طبيعه السيناريوهات بشكلها التقليدي. كان فكر في الاول يوسف شاهين انه محمود مرسي في الدور بتاع فريد شوقي يعني اول تفكير عنده كان محمود مرسي ما اتفقوش فكان التفكير الثاني فريد. طب فريد بتاع الضرب وبتاعه وحاجات كده والناس مستنيه بقى الفتوه والاستاذ حسن والخناقه مفيش فلما وده اللي خلى السينما تتكسر والفيلم فشل في الاول لا فشل ذريع دخل عشان فريد لقوا البطل يوسف شاهين انا مفيش ضرب ناس جايه عشان فريد اساسا لا مفيش ضرب وما فيش خمس خناقات بتوع فريد شوقي مفيش واحده منهم بس يا جماعه يعني. هند رستم تدرس طبعا هنومه هنومه وهي هنومه كانت يعني عظيمه بس ده يفتح الكلام عن علاقته بعبد الحي الاديب ودي علاقه لا 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 طويله جدا العمر كله توأم بصي هو كان السيد بدير مين استاذ عبد الحي الاديب؟ السيد بدير استاذه دايما يعترف بالحكايه دي فمعناها انه المخ بتاع فريد شوقي انه السيد بدير وتلميذه النجيب فالاثنين كملوا لان طبعا في فرق عمر بين الاستاذ السيد بدير اكبر طبعا واعتقد ان هو سعى او حرص ان هو يجيبه في نفس العماره اللي كان فيها مكتبه صحيح. يعني لازم يجي يبقى جنبي شوفي درجه كان مكتب استاذ فريد شوقي سادس السادس والتاسع السابع على طول يعني لازم يبقى جنبه فاهمه ويقعدوا يحلموا احلام جميله وتتحول هم اشتغلوا كتير لا وكان في البيت عندنا على طول برضه وكانوا اعتقد كمان لما يعني حصل يعني تضييق على السينما في مصر راحوا سوا طبعا سوا تركيا راحوا سوا تركيا تركيا دي انا فاكراها لان عمي بيحكي لي عنها كتير تركيا ماما كمان تقول لنا وكان نجم في تركيا كان نجم شعبي خدي بالك انت رايح في بلد بلد رجاله حلوه كمان يعني بلد اخر بتبقى نجم شعبي وخد جايزه البرتقال نجم شعبي في بس راح مش مجرد نجم مصري يعني هو بيشترط تعال ونيازي والماكير بتاعه الماكير بتاعه ده عشان عمر بقى اللي هو كان اسمه سيد محمد الله يرحمه ده حاجه من هو صغنن خالص وكمل دي حاجه من الحاجات الجميله بتاعته ده طول العمر يعني اللي بداوا معاه يفضلوا هم معاه الامتنان عنه دي حاجه لم اراه في حد استاذ نيازي ما كانش يقول غير استاذ نيازي استاذ نيازي لغايه ما توفى استاذ نيازي بالنسبه له يعني مع ان مثلا حميدو انتاج فريد شوقي هو المنتج بس هو قناعته انه استاذ نيازي اداني الفرصه في حميدو خلاني بطل ما عندوش مفهوم ان انا المنتج انا اللي جايبك دي والكلام الوحش ده ايوه يعني اللي بيتقال ده يعني استاذ نيازي رانيا ما يعرفش يقول غير استاذ نيازي عبد الحي اديب له ناسه اللي هم علاقه عمر نشوف في باب الحديد اللي بعد سنين اصبح واحد من اهم افلام السينما المصريه وطبعا واحد من اهم افلام يوسف شاهين طبعا العزاء بيد الله ابو جابر حيلك شويه عشان يصدقوه لا يصدقوا الباتش بتاعك انت من امتى بقالك حس يا ابو سريع انا حس عالي علشان الحق معايا علشان عاوز اخدم ولاد كاري عمالين نضحي بصحتنا وعافيتنا لاجل ابو جابر نفر واحد عمال يتحكم فينا كلنا ليه ما يكونش كل واحد فينا حر نفسه ليه كلام حلو قوي يا ابو سريع بس يا خساره يا خساره ما يجيبش همه ما يوكلش عيش يابا حد عارف ياكل عيش كام بقى ما تخلي الطبق مسطور اصل الكلام يا اخوانا انا لحد دلوقتي معايا 32 واحد فاضل 18 عشان نعمل النقابه اللي له غرض اهلا وسهلا استنى انت هو انت يا بصريه واخد الدنيا في عيبك ولا ايه؟ احكي عافيه
يا عم انتوا اللي متعافين علينا. يا ابراهيم اتلم يا جدالة وصل الشر. ايه في ايه؟ مالك يا جدالة؟ ابن امبارح يا سيدي عاوز يتمرس علينا ويعمل نقابة. نقابة؟ وده كلام يا ابو صريح؟ انت عاوز تعمل فوركيشن؟ يا عم سيبنا في حالنا، كفايه عليك انت البوفيه والقهوه اللي مكوش عليهم. انا قلب عليكم، لو سبتم ابو جابر مش هتعرفوا تكسبوا ولا مليم، هتبقوا زي بتوع الكازوزه اللي عمالين يتنططوا في الارض. وشرف امي نعمل لهم نقابه هم رخيص. تستجلد؟ والله ارميك في السجن. استجلد يلمك ولم اللي زيك. سيبه يا واد. يا اخي اوعى انت وهو. ما انتوا اللي بتكسبوا المصايب كلها، واحد بياكل حق الشيالين والتاني بيقطع رزق البياعين. يسيبونا بقى ناكل عيش، رعبوا ربنا انت وهو. ميعاد النهارده الساعه 5، اللي عاوز يجي على العين والراس، واللي مش عاوز هو حر. التكنولوجيا سهله. هل كانت بتفشل له افلام؟ يعني اكيد انت فاكره برضو الافلام، مثلا افلام اللي كانت في تركيا اللي كانت في لبنان. لا ما فشلتش، ده خد جايزه هناك، ورغم ان في مثلا مواصفات معينه للنجوم الاتراك الحلاوه والحاجات دي، لكن لما راح وزي ما حضرتك قلتي بطريقته بدماغه هو بالتاليف بالاخراج، لا خد جوائز، خد جائزه التفاحه الذهبيه. ايه الفيلم اللي هو كان بيحبه؟ الفيلم اللي هو كان يقول انا فخور اني عملت الفيلم ده. لا ده كتير. لا كتير. كتير. لا. كتير. كتير قوي. يعني كلمه كل اللي هو خد بيهم قوانين. حميدو كلمه شرف. وبالوالدين يا سلام. كان بيحب الفيلم ده جدا. بس هقول لحضرتك حاجه، هو كلمه ان يفشل فيلم او يكره فيلم مش وارده مع بابا، يعني هو فريد في نوعه برضه في دي. لان الناس تقبلت حتى افلامه اللي هي مش تمام. في حين ان نجوم كبار، يعني مثلا فاكر سعاد واحمد لما مره عمل لهم فيلم الراعي والنساء جدا لا مش درجه على الفشل، حاجه الدرجه الثالثه، الدرجه الثالثه المتفرج بياخد موقف. هو كان يطلع جنب هذه الافلام العظيمه اللي احنا قلناها، في افلام كتير متواضعه ما لا برضه بيتفرجوا عليها. لا بص في حاله ونس، يعني فشل له افلام مؤكد ونس. مؤكد فشل طبعا. باب الحديد ما هو فشل. لا 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 بعد كده نجح. انا بتكلم على فيلم فشل. فريد في افلام متواضعه، فريد كان عنده القدره. وانا مره كتبت قلت ان هو عنده شيك من الحب. ملوش ما فيش مش رصيد نهائي، لا ده رصيد مفتوح لا ينفد. فالناس كانت، انا شفت فريد في اكتر من لقاء ونساله احنا في الصحافه الفيلم ده فيلم ضعيف يا مالك، يقول لك فيها ايه. فعلا فيلم وحش وماله، عادي عادي. فيلم وحش. لا هو يعني معترف ولا يدافع عن باطل. ايوه هي دي اللي عنده بالظبط، لا يدافع عن باطل. كان بينفعه بقى حب الناس، ان الجمهور يغفر لفريد ما لا يغفره للاخرين. ايه اللي خلى فريد شوقي يبقى ممثل؟ يعني من اين ياتي، من اين جاء؟ لا ده انا كل معلوماتنا من 7-8 سنين. بالظبط، من وهو من هو طفل. ربنا. لا لا يعني هو سماه فريد شوقي برضو رب، يعني بابا اسمه لوحده فريد شوقي، اسمه مركب. فهو ربنا لخلص. هل اسرته لا لا جده؟ هو محب. نو 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 خالص. لا بس جده كان برضو عنده حته فنيه. بيغني هو كان بيكتب. لا 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 كان بيقول كان الخطيب بتاع حزب الوفد، فكانوا بيسموه بلبل الوفد. فبابا كان يروح معاه الزمن ده وكان بيشجعه، وكان بياخده مسرحيات الريحاني، كان بياخدوا مسرحيات يوسف وهبي، ومن هنا جت حبه بقى للمسرح وللفن. لا مو اصغر كمان، يعني كلنا ده انتج مسرحيه وهو طفل لما لم من العيال كلهم ودفعوهم فلوس عشان يتفرجوا عليه. وخدوا مغلق خشب، خدوا الخشب وعملوا ستيج. والبوليس جالهم افتكروا انه اتسرق. لا عمل مغامرات يعني عشان يعمل اول مسرحيه. وكان طفل في المنطقه، يعني عاشق للفن، محب حقيقي، وكان بيغني ونسمع بدايه ونهايه. طبعا ده واحد من علامات السينما المصريه، يعني صلاح ابو سيف، طبعا نجيب محفوظ، استاذ نجيب محفوظ، عندنا بقى ايه سناء جميل، عمر الشريف، امينه رزق، يعني حدث ولا حرج، صلاح منصور العبقري، صلاح منصور، يعني يمين هتلاقي حد، شمال هتلاقي حد. قال لكم بارس هو نجم. نسمع بقى فريد شوقي وهو بيغني في بدايه ونهايه. يا جدع اللي جايبينه جعر ده، انت لو طفحنا اللوم اللي كناه ولا ايه؟ بس يا واد انزل ادغدغك. يا جدع انت اللي هتطلع بسكاتك بقى، ما بس بقى يا بتسترمى. ايه العرف ده؟
كرسي في الكلوب هي عملت برنامج اسمه كرسي في الكلوب فاكره انت غالبا كنت في البرنامج ده مش انا فكرتيني والله يا رانيا فكرتيني طب انا هوريكوا حاجه تانية هو برضو كان يعني سمير غانم كان عامل كان حفله كده وحاول يخليه يغني افكركوا بقى بالحكايه دي سنة حلوة علينا كلنا وعلى الأمة العربية. أنت عاوز مين يا سيدي؟ عاوز الناس تقفل التلفزيون دلوقتي؟ لا 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 اقفلوه والله. لا مفيش بس هو اللي عندي اقفلوه هيشتموني هيضرب. شوف بص حاجة طب قول أنت اللي قول أنا قول الأول. ما هو القناتين فريد شوقي نزل على القناتين. هو حضرتك هتقول انا بتيجي نعيلا حلفتك تيجي ده فولكلور صعيدي ايطالياني طيب قول بقى الاول فولكلور يعني انا هقول عشتان تعالى اشرب شو لا وهغمزك حضرتك تقول انا بتيجي بس بعد ما اغمزك عشتان تعالى اشرب نعيلا ما غمزتش يا سمير مني كباي لا لا النبي تيجي النبي تيجي لا لا لفتك تيجي حلفتك تيجي لا 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 بس كويس لا مؤاخذة الأساس المطربين يعني إذا بعد كده الموال على طول عشان لا ممكن حتى إن شاء الله يا ليل يا عين حتتين يا ليل يا حتتين يا عين أنا غنيتها في الليدو حتى من حاجات باريس اللي حضرتك بعد يا رانيا وعبيد اللي كانوا بيقولوا باريس مش انا اقول ايه يا سيدي يعني بس لا والله انت اللي خدت معايا يا شيخ سيد خليك معايا والنبي ده الغنى ده صعب قوي بس حلو اتضح التمثيل سهل يعني اقول انت يليلي سيد يعني سيد مكاوي فايز حلاوه قاعد جنب فريد شوقي وبعد كده في صوره تانية فيها محمد الموجي وانتوا كنتوا قاعدين قدامه قاعدين كنتوا فين لا مش فاكر انا فاكره ان احنا كنا صغيرين لا لا ده التصوير اللي اتباع احنا كنا في استوديو يعني استوديو كبير وعاملينه كده مش مكان بس ايه كل الناس دي كان بتهيألي برنامج بيعملوا كل الناس العظيمة دي عايزة تضحك وجاية تبسط يعني التلفزيون مش هيلاقوا الانترنت بيقطع فيه هو ومحدش هيطلع يفتح البتاع يصور قصة كبيرة يعني لا انت يعني لما ابتديتي تنتجي هو ساعدك هو اللي عمل الحكاية دي يعني هو اللي علمني من غير ما يبقى بيعلمني ايه اهم حاجة علمها لك فريد شوقي هقول لك ان انا مثلا قريت سيناريو او انا عايزة اتفرجت على فيلم او انا ناوية انتج فيلم ايه السطر يقول لي ايه السطر ايه السطر دي يعني انا لما بعمل فيلم ده في سطر انا عايزة اقوله يقول لي اذا ما عرفتيش تقولي لي الفيلم في سطر يبقى فيلم فاشل ده معياره يعني اللي هي انا تكثفي الرؤية كلها في سطر اذا عرفتي تقولي لي احكي لي سطر ما كانش يبقى فيلم مش هينجح ده واحد ايه تاني انا ده بتفرق معايا جامد يعني اي حاجه بقراها بيوصل لي سطر فانتك اللي هو العمق يعني مثلا هستيريا فاقول انا هعمله لانه الحياه دي محتاجه شويه جنان عشان الواحد يعرف يعيش سطر ده سطر الفيلم من نظره عين اقول اتبع احساسك ما تحسبهاش ده السطر بالنسبه لي جلباب ابي طبعا ده نجيب بس انا بالنسبه لي انه في قدوه صح في عز كانت الافلام ساعتها يا رشوه يا لا فلوس في الارض يا نزل مش عارفه ايه ده كان مثل يقتدى بيه ان لا ممكن
اوصل وانا رجل شريف. حديث صباح ومساء طبعا اللي هو الصبح وبالليل الحياة الموت يعني كانت دي غنية غنى فلازم سطر يعني سطر انا احسه فانا اتحمس بقى ساعتها بقى ما احسبهاش. حلو قوي التعبير ده. سطر حلو قوي. اذا عرفتي تحكي لي السطر اوكي. عبير انت علمك ايه يعني اولا لما قررتي تبقي مخرجة هو برضو ساعدك؟ ساعدني ورحنا قدمنا سوا في المعهد سينما وكنت بقعد معاه اعداد سيناريو وكان بيجهز لي فيلم نعمله سوا. ايه الحاجة اللي علمها لك يعني في في الفن؟ في الفن ما هو زي لازم اقول حاجة والا يبقى انا بعمل ايه؟ يعني لازم الفيلم يبقى بيقول حاجة بيقول رسالة بيقول والا يبقى ملوش لازمة. رانيا طلبت منه الالتزام وما تتحكيش على نفسك يعني لو بتعملي حاجة حلوة وانت عارفة انها حلوة اوكي عارفة انها وحشة تقولي انها وحشة ما تتحكيش على نفسك يعني حاجة كمان مثلا ان البني ادم سيرة خلي بالك يعني وده الى حد ما بحاول والله بجتهد جدا ان احافظ عليه يعني لا هو بصي في حاجات كمان كده رسائل علمها لنا كلنا بس احنا مش عارفين نحط ايدينا عليها بس هو في كده مشاعر جوه يعني وحاجات شغاله خاصة. ايوه بالظبط كده ما تقدريش تقولي ده وده وده هو طلع مننا كل واحد كده يعني فينا حاجات في النهايه بيشملنا الانسانيه يعني لا بنكره حد ولا بنحقد على حد انا اظن ان انتوا كلكم طيبين جدا يعني وفي التراوة يعني ان انتوا طيبين بزياده يعني ده هي زي ما رانيا قالت في التراوة لان هو كان طيب بشكل يعني بس في عقل بيدير لا ده زي اصل ذكاء هو يحب الذكاء كمان يعني ما يحبش الانسان اللي احنا طالعين ذكاء ما بنحبش الاغبياء لا كان دمه خفيف وعمل افلام طبعا عمل مسرح وعمل افلام كوميدي كتير معانا ايه 30 يوم في السجن 30 يوم في السجن وده فيلم بقى انا شخصيا بحبه وبديع خيري خده يكمل الحاجات اللي كان عملها نجيب الريحاني لما ابنه مات عادل فكر على طول المسرح ما يوقفش مسرح الريحاني لا لا, لا يغلق فراجل ابنه بيموت ومصر ان المسرح يستمر مسرح نجيب الريحاني وياتي فريد شوقي ايضا حبا فاسم الريحاني ان يظل نشوف 30 يوم في السجن قيام المعلم لما يقول قيام يعني قيام تعال هنا يا جعل لا اسمك ايه مدحت الشماخيري شماخيري حلو قوي شماخيري دي الشماخيري واسم الكريم ايه بقى اخرج ايه ده في حد في جميع الانابر ما يعرفش اسمي في حد ما يعرفش جنجر ابو شفتوره توره والتوره دي تبقى ايه مرات التور ما تشجعونا يا جدعان سقف للنبي سقف للنبي ان شاء الله يدوسني ترمي هو امشير هو عن اذنك بقى عشان ارتاح من المشوار السلام عليكم حد اذنك ترمي سلام طب سحبناه حد اذنك تسحبه امال عاوز ايه وريني دي في حاجه ورديناري خالص ده انا كنت فاكرك تنفع في الكوبانيه كوبانيه كوبانيه الصوابع الذهبيه جولدن فينجن اللي كنت عاملها انا وصديقي جيمس بوند انت كنت تعرفها يا معلم ايه اللي اعرفها ده صاحبي متربين في حته واحده غيرش ربنا هو فتح عليه وراح اليوت وانا جيت هنا شرفت في اللومان ارزاق يا معلم ارزاق كنا شله واحده جنجل وجيمس بوند وعلي بوند واسماعيل بوند ودول مين بقى اخواتي اصلنا تلات شاي كل واحد مننا متخصص في صنف اخويا الكبير علي بوند اخدها وراس عن الوالد والوالد بقى كانت صنعته ايه طواحيني طواحيني كان يدب الطفاشه في اجدحها خزنه تدوب في ايده زي حته الحلاوه السبسبايه ما شاء الله واخويا الوسطاني بس اسماعيل بوند اسم الله عليه ده بقى كان من غير مؤاخذه ملقط 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 يعني ايه يعني نشال بلغات كنت وزبايننا خشانك روديان ونعم وحضرتك بقى
انا بقى طول عمري احب الشغل الخفيف المستريح احسن. اشوف حتة الغسيل بتهفف في السطوح قلبي يتخطف. يا سلام. شيء الهي كده خلينا نتحدف عليه. تروح معدوف. اقص الحبل بالله عليه من هنا ومن هنا وكان الله بتسر عليه. لا حاجة حلوة قوي. وانت بقى ايه اللي حدفك هنا؟ سرق؟ لا. قتل؟ لا. امال ايه؟ حرقت. عمارة؟ لا. مصنع؟ لا. امال حلقت ايه؟ شلل في المستشفى. دي طبعا كان في مديحة كامل وكان في ابو بكر عزت وكان يعني فيلم وده اساسا كانت مسرحية نجيب الريحاني. ده دور نجيب الريحاني. ما ده العشق بقى اللي عند فريد شوقي. نجيب الريحاني. بس طبعا محمد رضا برضو احنا بنتكلم برضو في علاقة برضو علاقة فظيعة طويلة. هو يعني من اوائل الناس بابا اداله فرصة عفريت ست. مسرحية عفريت ست. لا وفي لعبة الحب والجواز كذا حاجة. هو كان بيحب بقى الأدوار الكوميدي دي أكتر ولا بالنسبة له الأدوار هو ربنا مديله قماشة واسعة التراجيدي الدرب ميلودراما يكسر الدنيا. ومش كل اللي مثل سينما ينجح مسرح طبعا يعني هو دي ولا حاجة تلفزيون ولا كل سبحان الله كل هو ربنا اداله كل شيء شامل. هو حبيب حبيب هو حبيب لجمهوره فجمهوره لازم نذكرها لفريد شوقي اللي هي طبيعه السينما المصريه كانتاج. اي نجم طلع من اول السبعينيات فريد شوقي عشان هو اسم الاكبر لازم في التوزيع تقولي معايا محمود ياسين معايا نور الشريف حسين على عيني وعلى راسي احمد زكي. انما مين بقى اللي هيوزع؟ فريد شوقي الاسم الاكبر ويبقى هما المساحات الدراميه اكبر منه. وهو لو ما مضاش مفيش فيلم مفيش مشروع. لان على الورق لازم اقتصاديا انت بتوزع بمين. فريد في التوزيع الخارجي قد كده كويس محتاجين لفريد. صحيح كانوا بدات النجوم دي تعمل جماهيريه في الداخل لكن بره لا يزال عشان المشروع يتم. لو لم يكن فريد شوقي عنده قدره على انه يحتوي الاخرين كلهم وانه هو جواه هو الملك في النهايه انا الملك انا رئيس جمهوريه التمثيل دول هيطلعوا نجوم اوكي ادوارهم اكبر مساحة. انما هو ده اجمل ما في هذا الرجل حقيقي. انه طلع نجوم ما هموش ان النجوم دول بكره هينافسوني. بس هو بدأ كان بيقول لي الجمله دي كان بيقول لي انا بقيت نجم يبقى واجبي حاليا اخد بايد الجداد واطلع بيهم دي رسالتي الحاليه. طلع مين يا رانيا؟ لا كتير قوي. اي نجم طلع لازم يتوافق. ليلى طاهر. لا مجرد انا بتكلم عن النجوم حتى الناس. مجرد ان فريد شوقي يوافق على الفيلم في دور اصغر في الحجم فانت ضمنت المشروع وبالتالي النجم ده بقى نجم. واحمد زكي كله كان مستني فريد خرج ولم يعد. كتير كانوا بيستنوا فريد في خرج ولم يعد. جواز على الهواء. انا عايز اقول لك خرج ولم يعد ده من اهم الافلام واجملها. ده حقيقة. كله كان بيقول لك ويحيى ما كانش نجم كويس. لو لم يكن فريد شوقي مضى ما كانش يبقى الفيلم العبقري ده ما كانش طلع. ومن اجمل الادوار انا عايز اقول لك من اجمل ادوار فريد شوقي. انا بحبه جدا. يحيى والليلة طبعا. والليلة كمان كان محمد خان. محمد خان ده كان واستاذه عايده عبد العزيز عامل دور هايل. بس اللي خلى المشروع يتحول الى مشروع لان في السينما في النهايه اقتصاد انه فريد شوقي وافق في سنه 84 هعمل الفيلم دوت وهيطلع نجمه يحيى. مش مين اللي خرج ولم يعد؟ ما هو يحيى الفخراني. بس مين اللي خلى الفيلم ينتج له وزن؟ هو وزن. فريد. لولا انه فريد كان متجاوز الحاجات الصغيره دي. ناهد كان اخر اجر كان بياخده كام؟ او يعني اجره كان غالي؟ كان موضوع الفلوس بابا ما كانش الفلوس خالص. واضح انها مشكله. لا حساباته غريبه يعني. مره مثلا فاكره ما في الصالون قال لا انا هنقي بقى خلاص وبتاع انا عندي 12000 جنيه في البنك. طبعا كل الصالون وكل الصالون ايه بقى محمود ياسين ومحمود عبد العزيز كل واحد متضحك يعني هو معتبر دي ثروه يعني قال هبتدي انقي وبعدين قلبه على المنتج يعني جاي له ممكن القسط مثلا ما ياخدوش لا 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 او الرقم حتى يقول لي عشان هيعمل فيلم ازاي يعني لا ما كانش لا يعرف المكير بتاعه اللي احنا بنقولك عليه سيد محمد ده اللي هو عمره يعني ما تنازل عنه جه في فيلم او فيلمين ابتدى يرفع اجره عشان بيشتغل مع النجم فريد شوقي فجي بابا قال له لا انا منتج وحاسس بالمنتج خلاص شوفوا لي محسن فهمي
وده اللي وجاب محسن فهمي فيلمين عشان يقرص ودن سيد محمد يعني كان بيفكرش ويرجع بالظبط يعني هو بالنسبه له كان اعلى من انه يحس ان التقييم المادي تساوي قيمته يعني فاهمه لا ممكن لا. مخرج يجي له انا عايز اعمل فيلم يا ملك كده بس مخرج اول مره بس طيب والمخرج ده عمر عبد العزيز بس انت بتاخد دعوه خاصه كده في دعوه خاصه جدا بتاخد وانا عايز اعمل فيلمي فانت بتاخد 10 بس ما فيش ال 10 خمسة بيدوله خمسة يعني من 10 عشان خاطره يوافق يقول لك اوكي طب نشوف جزء من فوق من الزوج العازب والزوج العازب ده برده كان فيلم كوميدي جدا بس كان برده الرساله هي موضوع تعدد الزوجات نشوف الزوج العازب وهند رستم هو الجمله اللي بتحكي عنها المعلمه صحيت من بدري لا في المطبخ لا نزلت عند الضيوف اللي تحت يا اخويا اسود السلام عليكم وعليكم السلام يا معلم عجايب مالك يا حبيبتي يلا يا حبيبي يلا عشان تغير هدومك ده كان طبعا عن تعدد الزوجات وده كان ده كان فيلم برضو رهيب جدا فظيع ما هو الحاج متولي وهو بالزبط يعني بالزبط كله بيرجع لاصول تلمعات على التيمة على نفس التيمة نرجع للمسرح تاني هو كان بيمثل مسرح وسينما في نفس الوقت في نفس التوقيت بيحصل طبعا بيحصل ال 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 انه بيحصل توافق احيانا بس عايز اقول لك حاجه كمان افتكرتها مهمه لفريد شوقي صحيح هو الملك وهو الزعيم وهو رئيس الجمهورية أظن في صاحب الجلالة لا شياطين الليل لما كان يخش يقول الملك ده الجمهور بس الأجمل من الكلمة إنها رأي كان في الأول رأي الوسط الفني إنه الملك فتحول إلى رأي الناس رأي الشعب هو الملك يعني كلمة الملك دي إذا كانت انطلقت في دائرة صغيرة اللي هم دائرة الفنانين داخل دائرة فريد اتسعت بالزبط. ليصبح ان الملك ده هو المفهوم الشعبي يساوي فريد شوقي الجزء اللي عايز اقوله انه في التسعينيات كان في مسرحيات كتيره رديئه بتتعمل ودايما وكان في اسكندريه ودايما بالنسبه لهم انه فريد شوقي يحضر وفريد ممكن يجامل كويس حياتي حبيبي كلام كده فالمهم عزموه في المسرح وراح وبعد كده قعد شاف الفصل الاول قبل ما يخلص فوقف فهم طبعا على المسرح قال لك الملك هيقول لنا كلمه قال لهم ده مش مسرح انا حزين ان انتوا بتعملوا الكلام الفارغ ده وهاجم الفرقه اللي هم داعيينه بس لانه حاسس بالمسؤوليه الادبيه يعني فريد شوقي لا يمكن انه يتواجد في شيء مسف لا اسفاف عبر عن نفسه في لحظه وغادر المسرح يجري وراه مفيش فايده خلصت فلما شوفي قد ايه انه كمان عنده التزام بفكره ان انا مش هجامل انتوا جايبيني عشان انا فريد وانتوا وانتوا ولادي وبتاع مش انا بنتي بس لا ده مش مسرح مش مسرح المسرح بالنسبه لي مقدس نشوف اجزاء من بعض مسرحيات فريد شوقي وطبعا كان اخرها مع شريهان شارع محمد علي انا عطيت ليه لا يمكن عشان قريبي مخبر في الاس يلا يا استاذ ادي لوحه هدي يعني ارسم ايه بس ارسم اللي تحس بيه انت حاسس بايه حاسس اني جعان ارسم ايه فرخه مثلا زي ما انت عايز يلا امال قبل ما ارجع وانا هروح اعمل لك فنجان قهوه يروق مزاجك ارسم ايه بس يا اخواتي ارسم ايه فرخه دي صعبة أوي أنا عمري مش مرتاحة لوحدها بسم الله أرسم نخلة اللوحة ما تقطيش أحسن حاجة أرسم برتقالة بشوفها كتير في الشارع الفلوس اللي أنت طمعان فيها دي مش هتلحق تشوفها لأنك دلوقتي وأنت خارج من هنا على باب المصلحة
هيقابلوك ستة بالنبابيك المعتبرة يحييوك التحية الوجبة. يا سيدي العفو، وليه تكليف الخاطر ده؟ اقعد انت، اقعد انت، اقعد. اتفضل انزل بقى. انا سعيد. مع السلامة يا فندم. يا ولد يا سيدي اقعد انت، اقعد اقعد. شايف ادمي. انا غير سيبك تاكل من التهويش ده. حته بتاع خنف السجاير زاهد. خليك كده قربك. انا شخصيا هستنى وهنزل معاك. بس خلاص، يبقى ضمننا القرافه والحمد لله. انت رايح على فين؟ طالع عندي اسيادك يا بواب الكلب. نعم. بتقول ايه حضرتك؟ اطلع بره راجل مهدي. لا 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 لا، سيبه يا رجب. يا سعاده البيضه منظره. سامع بيقول لك سيبه يا رجب. بس يعني بيقول لك سيبه يا رجب. اصل يعني بيقول لك سيبه يا رجب. سامع اوعى ايدك توسخ البدله. البعد يا ما كنت نوح، النوح نوح نوح. في البعد يا نوح نوح نوح. في البعد يا نوح 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 نوح. انا كنت انوح انوح انوح. بس انت هو بقى نوح 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 نوح. انا حاسس كده، حاسس زي ما اكون بتأنطر. يا سلام، حاسس حاسس ده الواقع. يا عم بس هقول لك الواقع. تعالى بس شلاولو. يا معلم تعالى يا شلاولو. يا معلم انا حاسس اخويا زي ما اكون بتأنطر. يا راجل ده انت من كتر الانطرة بقيت متأنطر ابن شداد. يبقى انا يادر بتدور عليه يا واد. اصحى، ده احنا جدعان قوي، ده احنا معلمين. لما الباب يخبط نعرف بره مين. ازاي؟ اول ما نفتح الباب. طبعا جميله شريهان، يعني كانت واحده من اجمل المسرحيات. طبعا. طبعا اكيد كنت بتتفرجي على المسرحيه كل يوم مثلا. رشا، رشا هناك. طبعا. يعني بالنسبه لي كانت شريهان اساسي. طبعا شريهان دي بالتالي في جيل كامل كان بيحلم بيحلم يقلدها في الراس، وانا منهم يعني. ده اكيد. طب انا الفنان محمد صبحي بعت لي برده رساله، وهو دايما بيتفرج على الحلقات دي، بيقول صديقتي لميس من مشهد المسجد وحوار الشيخ مع فريد شوقي، وده كان بيتكلم على رصيف نمرخ، جعلوني مجرما. ألم يؤثر وقتها في المجتمع؟ سؤال لمن يقولون إن الفن لا يؤثر، ومن أعمال عباقرة هذا الزمن. واسألي رانيا، أول ألم ضربتني بيه على وشي وأنا وعمرها 5 سنين. فاكره؟ والله ما فاكره. ضربتي محمد صبحي بالقلم يا رب. الاستاذ محمد صبحي يعني موضوع كبير جدا. ساعه ما كان بيعمل مسرحيه مع بعض. اكيد اكيد ساعه المسرحيه كانت، كان ايه مسرحيه نحن لا نحبك كوسه. بتهيألي. مسرحيه كانت بابا مش عارف، بس انا الحرب والسلام حاجه مش انا مش لا انا مش فاكره الحدث طبعا يعني. بس طبعا ولا فاكره الالم. لا طبعا لو انا اتضربت هفتكر، بس مش انا. اي موقف مش ممكن تنسيهولي يا عبير في الحياه يعني؟ حاجه في حياتكو يعني مش ممكن تنسيها، مشهد كل ما تفتكري فريد شوقي تبقي فاكره. انا افتكر يوم ما توفى. ده كان يوم صعب. كان يوم صعب لان انا كنت انا اخر واحده عنده. كان في المستشفى ولا في المستشفى، وكان ناس، كان في الرعايه المركزه، وبعدين نازل اوضه تحت. وقال لي وضبتي الاوضه تحت عشان ماما تبقى فيها؟ فقلت له قال لي سرير ماما موجود؟ قلت له فقال لي عشان ما اعرفش انام غير وريحه امك في الاوضه. بس وقال لي انت نور عيني. ف دي مش هنساها. اعتقد السجاير يعني اعتقد هو يعني لا هي عضله القلب. كانت شغاله ب 20% نسبه 20 او 30%. هو عمر طبعا. يعني خالص يعني ما لهاش علاقه يعني. بس انا المواقف كتير قوي يعني. افتكر ابويا مره الكلب بتاعنا ضاع ونعيط له الكلب، واحنا عيال بقى كده، ونعيط نعيط، وبعدين سمعنا فجأة صوت الكلب. ايوه هو ده الكلب بتاعنا بيهوى. فاكتشفنا ان حارس العمارة اللي جنبنا حبس الكلب. فروحنا لبابا بقى يعني. فبابا راح جاب الكلب، والاول الراجل انكر وبتاع، فبابا ضربه بالقلم يعني. وبعد ما هو عمل كده ضايق جدا وراح اعتذر له.
وقعد يقول له حقك عليا ما تزعلش انا بس اتوترت ولادي وعارفه اللي هو وانت برضو خدته يعني كان لازم تقول يعني عارفه بس قعد يأنب نفسه جامد قوي يعني مش انه فريد شوقي فماشي بيتفتون لا يعني وانت يا ناهد والله بحاول افكر من ساعه ما سالتي لقيت ان الحياه كلها يعني حياتي انا من ساعه ما ابتديت اخد بالي لغايه دلوقتي اللي هي عايشه مع جوابات ومع افلام فما اقدرش اقول في مشهد واحد لان حياتي دايره حوالين كل لفظ او كل كلمه او كل نظره من تحت النضاره او كل يعني وانت يا طارق اكيد في مشهد مهم قوي قبل 40 يوم من من رحيله لما التلفزيون المصري اذاع رحيل فريد شوقي شوفي قد ايه هذا الرجل لم يكن يخشى الموت واضح انه مساله الموت كموت ما كانتش في الفتره الاخيره بس في الاول كان بيخشى بس لما لان انا فاكر في مره في العنايه المركزه اللي كان في السرير اللي جنبه تف ستاير كده اتوفى فبنقفل الستاره على بابا قال خلاص كان يخاف يعني كان الاول عنده هلع الموت يعني حتى في فيلم الفقيد الرحمه لما قال له استاذ عمر عبد العزيز مشهد المفروض بينزل التراب قال له مش هنزلها غير مره واحده ابنها ديكور يعني عارفه انه عمل السقه ماتوا ده كان ما هو برده كانت ايام كئيبه في البيت لانه كان عايش الحاله يعني الفقيد الرحمه كانت ايام كئيبه والسقه لكن في اللحظه لما اتقال فعلا واحنا كلنا شفناها انا فاكره انه رحيل فريد شوقي هو اللي كان يكلم التلفزيون لهم ولا حاجه بس هو خبر اوكي يعني بروفا جنرال بروفا وانه خبر سابق لاوانه تقبل انا حسيت في المكالمه دي انه فريد شوقي تقبل ان ينتقل للشاطئ الاخر لانه كان لديه قناعه انه فريد شوقي قد يغيب كجسد لكن مش هيغيب عن الدنيا يعني مش هيمكن الدنيا كفريد كفنان وده اللي حاصل انه فعلا فبالتالي واجه الموت بقوه مره حكى لي محسن عالم الدين لما هو كان صديق اول سعد وهبه فهم عملوا الصوان كويس بتاع سعد فدخل وفرق بينهم شهور في الرحيل فقال لي فريد شوقي دخل قال له تعالى يا محسن الصوان القبعه ده عايزك تعمل لي واحد زيه معناها انه بدا انه فريد شوقي كان كاتب الرخامه بتاعته بس ما كانش حاطط التواريخ كان كاتبها وبالتالي تصالح يعني الموت ما كانش بالنسبه له يشكل خوف لا في الاخر لا زي ما رانيا قالت بالظبط تقبل ان في موت بس كان انا عندي احساس انه كان واثق ان هناك حياه للفنان لا يموت ايضا فريد شوقي مثل مسلسلات يمكن مش كتيره بس في عدد من المسلسلات منهم البخيل بتالي مش اقل من 7 8 اهمهم كان البخيل وانا اشهرهم لا وصابر يا عم حمزه وصابر يا عم صابر يا عم حمزه ده كان والسول مجاهد لا عنده سول مجاهد كانت بتنزل الساعه 7 بعد الاذان الناس طلبت انها تتاخر شويه عشان ما بتلحقش تفطر في رمضان نشوف بعض من مسلسلات فريد شوقي التعليم والكتب اي نعم شيء واجب ما نقدرش نقول لا لكن في مدرسه كبيره قوي يا ما خرجت اساتذه عارفه هي ايه مدرسه الحياه مدرسه الدنيا اللي احنا عايشين فيها وكم من اب ما يعرفش يقرا ولا يكتب وربى مهندسين ودكاتره ومحامين ومشرفين اجتماعيين زي حضرتك كده عارفه ليه لانه بيحبهم وبيحبوه زي انا والاولاد في المدرسه هنا بنحب بعض وبنشكي همومنا لبعض الراجل لما هرب من المحطه بدل ما ياخد شنطته هو خد شنطتي انا يعني الفلوس دي فلوس حرام نعم انت مش بتقول انها بتاعت واحد مهرب ومجرم بتاعت الشيطان الرجيم فلوس جت من الهوا يا لهوي يا فرج يعني عايز تاخدهم حد يرفض حاجه جت له من الهوا يا ما انت كريم يا رب لا دي غوام الشيطان الفلوس دي حرام يا فرج وجايه من التهريب واخدانك ليها تبقى سرقه سرقه بس هم بقى لهم طلب صغير عندك ايه هو الست كوثر كانت لمحت لي كده عن الزنقه اللي هم فيها اليومين دول عشان خاطر المشروع اللي بيعمله كمال ابنها وبتقول يعني لو ممكن تديهم قرشين من حقهم اللي عندك عشان يفكوا بيه زنقتهم اعوذ بالله من غضب الله هي ناس جرالها ايه مفيش احساس مفيش نظر ليه بس
ده بدل هما بيقفوا جنبي في محنتي دي وزنقتي دي. اخس اخس على كده اخس. ادي مفتاح الشقه اللي ولي مكافئتي. مكافأة يا سيادة المستشار؟ ده انا قلتش كده يا راجل. انت خدمت معايا اكتر من 20 سنة، يعني تستحق مرتب شهر عن كل سنة خدمتها معايا، وده مرتب 20 شهر. ربنا ما يحرمنا منك يا سعادة البيت. وزي ما اتفقنا سعفان، تبقى تخطف رجلك وتيجي تقول لي في اسكندرية ولو خميس وجمعة. ان شاء الله يا بيه. قوم بعملي فنجان قهوة، يمكن يبقى اخر فنجان قهوة اشربه بيه. اخر فنجان قهوة؟ بس 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 ما تعملش كده، ما تعملش كده، انا زيك بالظبط. العيشة صعبان عليا، لكن هعمل ايه؟ عاوز اقضي بقيت عمري بالطريقه اللي تعجبني. طبعا احنا عارفين ان ناهد السباعي هي ابنة ناهد فريد شوقي، ويبقى جدها فريد شوقي، بس يعني حضرته وهي كانت صغيره، حضرته بس صغيره، بس برضه عملت له زي ما عبير بتقول، يعني بيمثل مسرحيه تطلع على المسرح. عيد ميلاده في اللي احنا بنقول احتفالات كده، وكان في عايزه بقى افتكر او حد بيغني. الكلام ده بقول لك سنتين وثلاثه طلعت ترقص، يعني هي منطلقه. ده واضح ان الفن في العيله يعني. هم اعتبروا ان احنا اكتر عيله فيها يعني جينات، جينات فنيه. اكتر عدد بيمثلوا يعني. ليه ليه رانيا رانيا وناهد ناهد واحمد جمال، احمد جمال ومحمد حاليا ومحمد السباعي. اشتباك. اشتباك. لا ما شاء الله يعني. احنا فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا تصوير و ايوه فاضل لنا تصوير ومونتاج بس وخلاص وتعملوا كل خلص عبد الحميد الترسي. ليه ليه يا بلد فيلم مهم، لانه يعني كل الشباب عم يقولوا لي لازم احط مقطع من يا بلد. ده طبعا هو من ده الستينيات، كان سعد وهبه اللي كتبه، حاولوا يستوحوا شخصيه زوربه. سعد وهبه وحسين كمال المخرج. فظبطت يعني، كان السطر اللي حكت عليه ناهد هو زوربه. زوربة الشخصية اللي بتحب الحياة مهما كانت الحياة قاسية، لكن يجب أن تعاش. فكان ده التارجت العميق اللي كان فيه يا بلد. طب نشوف يا بلد، وده كان طبعا تحية كاريوك. اللي يديكي مليون جنيه تتعلمي ايه؟ ولا 1000 مليون جنيه يرجعوا للي راح. الملك صح. وانت الملكة. يعيش الملك. يعيش الملكة. وانت الملكة لازم ترقص للملك. لازم ترقص للملك. قوم راسي. يعني عملوا مع بعض في تو، وعملوا مع بعض في ده وحبايب اصحاب وحبايب قوي يعني. وسعامات تحيه كاريوكا علاقتهم قويه. لا دي حاجة بالنسبة لنا. يعني ده يوميا بابا كل يوم الصبح ينزل يشرب قهوته في المكتب، ولازم تليفون لتحيه كاريوكا. مين كان اصحاب يعني غير بقى الاستاذ عبد الحي ونيازي مصطفى؟ مين ما هو تحيه كاريوك؟ لا كان انكل امين يموت الله يرحمه، صحفي. ده صحفي. صحفي ده قال لنا ده عمكم يعني. انكل امين بالذات ده كان جميل. بابا قال ده عمكم يعني. بصي كان في ساعه يوميا، والله انا ما اعرفش الراجل ده كان بيجيب وقت ازاي ودماغ ازاي يعني بجد. يسال على مرات الفنان يحيى شاهين الله يرحمه، الفنان محسن سر يعني، وما بيقول لناش، عرفنا ده بعد، بيسال عليهم يعني يطمن عايزين حاجه. تحيه كاريوكا كمان يوميا، ولو فات يوم يزعل قوي من نفسه. لا كان في طقوس يوميه هو بيعملها. فاطمه رشدي هو تم بيها اهتمام خاص بعد ما كبرت يعني. هو كان حاسس ان هو يعني كانه مسؤول على الناس دي. فاطمه رشدي ما كانش عندها شقه للاسف، فسكنت في فانسيون في وسط البلد. وهي وصل بابا المعلومه والمكان مش قد كده يعني، فكلمها وراح لها، وهي نازله من على السلم جري وطى بس ايدها
فبقوا كل الناس بيبصوا بذهول ان مين دي اللي فريد شوقي. خلي بالك الاجيال الجديده مش فاهمه قوي سارة بير الشرق ودي كانت نجمه النجوم بتاعه يعني عزيمه. فهو كان هو كان قاصد الشط ده عشان يعرفوا قيمه هذه المراه. لما فريد شوقي بيبوس ايديها تبقى تبقى دي ملكه بقت بتدعي له يعني. لا هو افلامه حاجه كده اللي انتجها عملته فيها ايه يعني؟ هل ما زالت من الكوكو ولا لا؟ هو بابا مبدئيا في حال حياته باع التلفزيون كلها بسعر رمزي قطعي. لا التلفزيون 5 حاجه كده بس وعمل نفس الشيء مثلا في الاي ار تي خلاص. وبعدين مره بقول له بابا اسعارها هتغلى والمش عارفه ايه وخمس سنين بس مش 25. بتناقش بقى كواحده بتفلسف بالنسبه له يعني. قال لي لا 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 لا, لا. انتوا هتقعدوا بقى تعملوا. انا عايز الناس تتفرج فريد شوقي الناس تشوفه مش انتوا تحوشوا الافلام ولا تتخانوا ولا يعني. كان عنده نظره انا عايز فريد شوقي يفضل بيتشاف على طول. وفعلا اقل عقد من دول واحد كان 99 سنه واحد كان 25 سنه ليظل على طول موجود على الشاشات. يظل موجود زي ما حضرتك بتقول هو بيفكر قبل اي حد وبيفكر في فريد شوقي وانه هيعيش بعد وهو عايش يعني. حضرتك النهارده اي حد بيقلب على اي قناه تلاقي في اي لحظه بس في أي هو اي لحظه باع حق استغلال ما باعش استغلال يعني الاصل موجود. وبعدين احنا لما الغرفه قالت ما فيش حاجه اسمها 99 سنه رفعنا قضيه وكسبنا الافلام رجعت لنا ما بقاش في حاجه اسمها 99 سنه الموضوع خلص يعني. بعدين هو حتى لما عمل العقد بتاع اللي باعهم استثنى تلفزيون مصر قال يعني ايه تلفزيون بلدي ما يبقاش فيه افلام طب نشوف طبعا بالوالدين احسانا وده فيلم طبعا كان مؤثر فينا جميعا. كل الجيل بتاعنا اللي بتفرج على السينما شاف بالوالدين احسانا وده كان فيلم كئيب وكنا بنعيط فيه على طول. حضرتك ابو نسب مش كده؟ تعالى بقى اما اعرفك على بقيه الشله. لا كفايه كده حصل لنا الشر. يلا يا ام محمود على فين؟ مش لما تبارك للعريس ده برضه زي ابنك. ازاي تقع الوقعه دي يا ابني؟ ده انت اتولدت في الحسين وتربيت في السيده. حرام عليكم يا ناس، ده انا ما حكيش غيره، ده العكاز اللي هتسند عليه في اخر ايامي، الدواء اللي هيشفيني وانا عيان. انتوا ايه ما بتعرفوش ربنا؟ مالكمش عيان؟ ما عندكمش عيان؟ قوم يا محمود قوم يا ابني. ما تبعناش، اشترى ابوك وامك. قوم يا محمود، فوضت فيك الامر لله، فوضت فيك الامر لله. لكن الماستر سين في لا ده في لا في واحد تاني في المكتب بتاعه لما عرف انه واخد فلوس لما كان بيوطي بوس رجل عمر وده كمان صح ده مشهد تاني. سابلكوا ايه؟ حب الناس بشكل غير عادي. يعني تخشي في اي مكان وزير بقى او ممكن حد من اللي بيظبط العربيات في جراج يعني وانس انه يعرف ان الاسم الثلاثي خلاص خلص بجد. يبقى الاستقبال واللي يقرا له الفاتحه يعني مثلا لغايه الاسبوع اللي فات في اي وقت اي حد يسمع اسمه في مصر او في اي بلد عربي احنا موجودين فيه لازم تحسي بحاله من الحب والاهتمام والرعايه. ويروح الفاتحه لغايه دلوقتي وهو بقى له 19 سنه. بتقولي ايه الصغيره ناهد السبع بتقولي لها ايه عن فريد شوقي؟ بقول لها اوعي تعملي حاجه غلط تجيبي يجي بسيره ابويا تهديد. اوعي. طب جده كان بيحب ايه؟ اقول لها الالتزام، اختاري حاجتك. يعني دايما مخوفاها ان في جد ونونا دول عظماء جدا فما ينفعش تطلعي تهبلي وتعملي الشغل الوحش. يعني ما ينفعش دي تفرق معايا بجد. وهي فعلا يعني الحمد لله سترانا يعني. لا هي عامله شغل كويس جدا. عبير ساب لك ايه؟ يعني ساب لكم فلوس يعني ده كان الملك. ما هو لا الورث بتاع بابا حب الناس فعلا زي ما انا بتقول. انا اروح في اي حته يعني الناس بتدعي له واللي عايز يخدمني. ابني راح رحله مع المدرسه في اسوان عرفوا ان حفيد فريد شوقي
انا مش عارف، مش عايز اقول لك عملوا له ايه في اسوان. لا ابني يعني دي ما هو جماهيريه يعني فظيعه بالظبط. يعني احساسك ان يعني الناس ايه الحب ده، يعني دي اللاجئ اللي هو الارث اللي عندنا، مش مش فلوس ومش حب الناس، ده حاجه، دي حاجه فظيعه. يعني ايه اللي بتقوليه يا رانيا للبنات لفريده؟ تقولها ايه؟ تقولي ايه البنات عن جدهم؟ على فكره احنا طول الوقت بنحكي يعني هم وامي كمان، امي ما شاء الله يعني لازم نحيي مدام سويد، واخده الاحفاد يعني واخده الاحفاد طول النهار. ما هو دايما الجده بتبقى عامله كده دايما بتاخد تقول لهم ابو جدكم جدكم، فهم طلعوا مرتبطين بجدهم بدون ما يشوفوه. ما شافش غير فريد ابني يعني انا الكبير، لكن طبعا شاف الاحفاد التانيين، لكن ابن عبيد. لكن بناتك كبير. لا مش كانوا صغيرين. هو يعني توفى كنت انا حامل في فريده في الخامس، يعني ما لحقش خالص. لكن انا يعني هم قالوا مثلا بابا ساب لنا حب الناس، انا طبعا ده اكيد، بس انا هضيف انه ساب لي عظمة جوه نفسي. يعني عظمة اني بقول انا بنت فلان، عظمة اني محدش يقدر يقول عليا تلت التلاتة كام. يعني انا يعني اللي هو جواكي كده في رضا، في تسامح، في انسانية، في حب، في تواضع، في فاللي هو لا يعني هتقولوا ايه؟ ايه اللي هتقولوه؟ انا بنت فريد شوقي بالظبط. يعني وحافظت على ده، يعني طول الوقت ماشيه بحافظ على ده. اكيد في اخطاء، احنا بشر في النهايه، بس في النهايه حاجات بسيطه قوي. طارق، يعني لكل جمهور اللي بيتفرج على فريد شوقي، قيمته بقى للناس تفضل ايه؟ قيمته هو قدرته على التجدد، انه فعلا فنان بيتجدد وبيولد مع كل عمل فني بنشوفه. فهو ده التنوع، هو ده. الملك اصبح كمان رئيس جمهوريه التمثيل، يعني لم يكتفي بانه الملك، جمله احمد زكي هو ايضا رئيس جمهوريه التمثيل. لما مات فريد شوقي انا كتبت منشط اللي هو الملك هو الملك، وبقول النهارده دي كانت مسرحيه، ولا يزال الملك هو الملك فعلا. وانا هختم بالجمله دي لانه الملك سيبقى هو الملك. والحقيقه انه هو كان ملك التمثيل ورئيس جمهوريه التمثيل، وكان يعني رجل انا شفته شخصيا، وكلنا عشنا زمن فريد شوقي، وكان زمن مختلف، كان زمن الناس كلها في مشاعر، كان للحياه وللغير، في حب للحياه. قعده فريد شوقي انا فاكراها كويس جدا، القعده اللي فيها كلها ضحك وفرفشه، ولكن كان فيها احترام كبير جدا، وكان فيها التزام، وكان فيها فن، وكان فيها قيمة، وهو ده كان الملك. بشكركم ونتقابل بكرة، وهذه ذكرى فريد شوقي. ايه؟ عاوز اشوف خناقة واقعد اتفرج؟ سقف للنبي. عدوي! ماشي. عاوز تضربني انا؟ ايه؟ هو في سلطان غيري هنا ولا ايه؟ الفتاوى الحقيقي ولحم الحي مش شيء زياده. لئن أكو أسودا فالمسك لوني، ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. اوعى تفتكر اللي بيبكوا في المياتم بيبكوا على المرحوم، معظمهم خايفين من موت عشان كده بيبكوا مقدما. ورايا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا عم، مع السلامة. إيه؟ هل عليكم؟ سيدة يا اختي، اشكركم على هذا الحفلة التي عملتموها ليا. ده انا الاستاذ.
We'll be right back.